السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا فيديو جديد من قناة دايموند جيمينج و يعني ما كان قصدي اسحب كل هذه السحبة طويلة وكذا. اوكي يا دايموند، خلينا نتفق اتفاق، كل اسبوع فيديو او فيديوهين. اوكي، الساعة 1 الصباح بتوقيت السعودية اتلاقوا كل اسبوع فيديو او فيديوهين. اتفقنا؟ اتفقنا. اوكي يا جماعة، معنا حلقة جديدة من سلسلة دايموند كرافت، واتوقع كلكم مركزين على هذا البلوك اللي طالعة. هقول لكم هي ليش كذا طالعة. ايش هي؟ لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، ووصلوا هذا المقطع 5 لايكات، انتوا قدها وقدود. اوكي، هقول لكم ايش تحدي الحفرة. بعد 1 2 لحظة، 1 2 3 ايش هذا؟ او معلش، تابع قعدت ورا الكواليس اجمع في الايرون عشان اسوي هذه الدروع. طبعا هتشوفوا الحين شكلي كيف هيكون، احلى شكل في العالم. الحفرة. مين سمح لك تتكلم؟ مين سمح لك تتكلم؟ ناظر فيا. مين سمح لك؟ مين سمح لك تتكلم؟ بعد خلاص خلاص، مشوا على قد جوه. ترجعها مرة ثانية؟ لو سويتها مرة ثانية هخليك على عشاء، تمام؟ أدب. بعد تاكل من مكاني وقريتي وتعيدها. هم ما صار ولا شيء. أوكي، شوفوا شكلي الأسطوري بدره على الآيرون. في المستقبل هتصير دايموند. هلبس اخواني. واليوم فكرة هذا المقطع، هنبني بيت احسن من البيت اللي في الحلقة اللي فاتت. فنبني احسن منه، يعني مع انه هذا كان اسطوري، بس هنحاول نبني احسن منه. اوكي، هنحاول. بسم الله الرحمن الرحيم. نايم على سريري، كيف تتجرأي؟ طالع فيه، كيف تتجرأي تنام على سريري؟ كلميني. طلعت ضعيفة. يلا على العشاء. اوه زومبي، كيف حالك يا زومبي؟ شخبارك؟ شخبار الأطفال والعيال؟ الصرخة ذي بس. بسم الله، هنحاول نقتله. توي نسلم عليك يا رب. وش صدفة هذا كله في النهاية؟ خلاص خليها معي. ما علينا من الخير خفكر اللي قاعد يسوي هذا الزومبي. لا اله الا الله. هنحاول نبني احسن بيت في العالم، بس البيت ايش يحتاج؟ خشب. من اللي مسوي سيفين؟ اوكي يلا نحط الثاني في الصندوق. صح، انا جبت موارد كمان، بس نخليهم هنا للاحتياط وكذا. نحط هذه الموارد هنا. خلي الستيك.
لحقنا، فتحت الصندوق كان نهار، قفلته صار شوي وهيصير ليل. ماينكرافت مرة واقعية يا جماعة، ليفل ماكس واقعية. الله منظر اسطوري. يلا نبدأ نشوف المنظر الاسطوري. يلا رجعنا. اوكي طبعا سبحان الله، تنام في خمس ثواني ما ادري كيف. طبعا هنا في كهف اتوقع كان مسؤول عن النجاح، بس الحين شكلنا مو كهف شكلنا شكلنا نجمع خشب بس نشيل بس كذا. فهدور على مكان فيه خشب اكثر من كذا. هنا في بس ثلاثة جمع خشب، ما ادري ايش جمع خشب، بس هنا في ثلاثة اشجار. يا رب قلتها. واو طلعت عمية يا جماعة. شوفوا الواقعية في ماينكرافت، شوفوا الواقعية، شوفوا الواقعية. بس تحت الواقعية في موارد وايرون كمان، بس هنرجع لك بعدين، بعد شوي ارجع لك. الايرون اختفى. لقينا الشفر واخيرا حان وقت اللحظة المنتظرة، تكسير الخشب. 2000 years later. يا جماعة شوفوا من لقيت، حسيني هكسلة. لا هسيبه يمشي. يلا اوكي رجعنا بعد خلص، بعد ثلاث استكات من الخشب، واتوقع انها كافية ومرة كثيرة بعد الاكس اللي انكسر. اوكي رجعنا البيت او مكان نسميه البيت، فهنبدأ نبني. بس هحاول قد ما اقدر نسوي بيت مربع على قد ما اقدر، بس نحدد مكان عشان نبني فيه. اتوقع هنا، لا 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 هنا، هنا كويس. بس نشيل ال او لا انا شلت كل شيء، احاول بس نشيلها مؤقتا ونحطها هنا. ناخد سبون بس كده ونبدأ نبني. اوكي انكسر ثاني اكس، يلا نسوي اكس ثاني. هنسوي المرة هذه اثنين. يلا ما راح انكسر واحد، نسوي ناخذ الثاني. 2000 years later. برضو بيت مربع، لا تخافوا يا جماعة، حاول اخليه على قد ما اقدر ما يكون مربع. بس شوفوا الحركة، شفتوا الاحتراف، انا محترفة.
ما شاء الله من البداية زين تقريبا. واو البيت فيه بشرة خير. وأخيرا خلصت البيت. طبعا هوريكم شكله من برا وكذا، شكله من برا يعني نص مربع نص ايش اسميها مثلث تقريبا. وجوا في هنا سريرين للنوم، وهنا في صندوق وكرافتنج تيبل والفرن حق الطبخ وفرن عادي و صناديق هنا. وبس هذا هو البيت. ومع انتهاء بناء البيت خلص المقطع. وطبعا بس كذا المقطع خلص. بس قبل اي شيء احس هذه الزاوية ممتازة انها تكون صورة للثامنيل حق الفيديو، فخذوا صورة يا شباب. يلا 1 2 3 يلا بس كذا. والسلام عليكم.